أبل كرامبل. تفضلي. عندنا معنا أبل كرامبل، معنا 6 تفاحات أخضر متقشرين ومتقطعين ومحطين في مية وليمون، ومعلقة 8 معالق سكر يعني حسب الرغبة، ومعلقتين نشا، 1 كوب دقيق، 1 كوب شوفان، ربع كوب عنجمة المجروش، 3 معالق زبدة، 1 معلقة صغيرة قرفة ناعمة. تاني عندنا حوالي كيلو ونص من التفاح، ما هو الأربعة بيبقوا كيلو تقريبا. عندنا ست وحدات، يعني وحدات. كيلو ونص. عندنا كمان معلقتين عصير ليمون عليهم عشان ما يسودش، وتمن معالق من السكر، يعني حوالي من 180 ل 200 جرام سكر. وعندنا كمان معلقتين من الكورن فلاور او النشا، وكوبايه من الدقيق، وربع كوبايه شوفان، واخيرا عندنا ربع كوبايه من عين الجمل، وثلاث معالق زبده وقرفه ناعمه. تعالوا مع بعض بقى، مش عايز رش، هو احنا هنحط عليه عشان ما يسودش، بس سيبنا برده نحط تاني. انا حطيت لك طاسه على النار. العجينه انت هتعمليها صح؟ انا بس كده هدخلها كلها ببعض. طب نعملها، اجيب لك لحظه نقرب بس هنا عشان تعملي العجينه براحتك. هنحط ايه بقى؟ اول حاجه هحط الدقيق، ايوه، واحط عليه الشوفان، جميل، واحط عليه السكر. كل السكر؟ لا ولا يعني جزء؟ بس جزء، وجزء احطه على النار مع التفاح. جميل، يعني حوالي معلقتين سكر. عليه، جميل. وايه تاني؟ سعد عايز صينيه المدوره الحمراء. انا المفروض النشا دي انا كنت مش عايزاها هنا، انا عايزه بس ان انا اقلي فيها التفاح عشان ما ينزليش ميته في ده في الاخر. في الاخر. جميل. بس خالص ماشي. واحط عين الجمل، ايوه، يعني العجينه الدقيق والسكر، شويه سكر وشويه قرفه والشوفان، والشوفان والعين الجمل والزبده، انا عايزاهم بس يبقوا كل الزبده خلي شويه للتفاح، خلي شويه صغيره بس انا عايزاها تبقى مفتفته. حاضر. كرامب. كرامب، مش هنحط سوائل خالص. لا جميل، لان انا هفتفتها بس كده على الوش. حطينا تاني كوبايه الدقيق على ربع كوبايه شوفان، وعليها كمان رشه قرفه ومعلقتين سكر، وكميه الزبده اللي كانت عندنا خدنا منها، خلينا شويه بس عشان التفاح، وحطينا الباقي. احنا عايزين نعمل كرامبل، يعني حبات زي حبات الكسكسي او الرمل، مفتفته كده. طب انت حطيت هنا سكر؟ نحط عليه الزبده. جميل، معلقه زبده ومعلقتين. انا عايزاه بس يدوب سنه، واروح احط عليه التفاح، يعني يدوب يكرمل. يكرمل بس فاتح. جميل، ذهبي فاتح. هنا بقى في ملحوظه هي قالت انا عايزاه يكرمل شويه وبعد كده نحط عليه التفاح، وقالت كمان بعد ما يستوي هضيف عليه الكورن فلاور. عارفين ليه؟ عشان السائل اللي جواه النشا يعني يخليه كده ماده ربط. جميل. ممكن احطه كده، يعني هيكربل في الصينيه. انا عايزه بايرك شويه تاني. العجينه مش عايزينها تبقى عجينه متماسكه، احنا بنعملها جزيئات زي حبات الكسكسي او حبات الرمل، وهتخش الفرن طبعا. هو بس انا عايزه بس العجينه دي تاخد بس لون ذهبي، لان هي دقيق وزبده، يعني بس هتبقى عامله زي البسكوت. الصينيه بتاعتنا اهي، تعالى بال ما نخلص هنا. يا مدام وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك. ميرسي على المجهود اللي بتعمله معانا والله. ربنا يخليكي، ده من ذوقك، ربنا يكرمك. الحمد لله على السلامة يا شيخ. الله يعزك يا رب. الله يخليك. لو سمحت يا شيخ، ممكن العجينة بتاعت الباتيه؟ عجينة الباتيه؟ حاضر، هقول لك عليها تاني. حاضر، من عينيا. ماشي يا شيخ، شكرا. انا هقولها لك دلوقتي. عندنا كيلو دقيق عليه نص كوبايه زيت ذره، ومعلقتين من اللبن البودره، وعلبتين زبادي، ومعلقتين سكر صغيرين، ورشه ملح، وصفار بيضه، وبيضه كامله، وعندنا كمان نص معلقه بيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، سواء كانت خميره اللي هي البيره او الخميره العاديه اللي هي الباودر، وهنحط ميه دافيه لغايه ما العجينه تلم معانا، و400 جرام من السكر. 400 اسف، الزبده. 400 جرام من الزبده. الزبده بارده، هي بتقلب في السكر فبتقول لي بص، فانا عليا راحت على السكر. اول ما عمل كراميل اهو، شايفين؟ هنزل عليه التفاح.
هي يعتبر اكله سريعه جدا يعني، عارف كمان اكله شتويه. خلاص 400 جرام زبده دول بنعملهم بلوكه ونحطهم في الثلاجه لغايه يعني ما يتماسكوا. بعد كده في نفس الوقت بعمل ايه؟ بعمل العجينه واسيبها ترتاح شويه وبفردها واقفلها زي ظرف واقفل عليها الزبده، وبعد كده ادخلها ترتاح واعملها اقعد ابنطها لغايه ما تبقى بالظبط 6 بنط. يبقى عندي العجينه سهله ان انا بشكلها. احنا عاملين شويه اهو، شايفين اللي احنا عملناه استوى معانا، اللي احنا عملناه حالا اهو، شايفين ده شكله، ده اللي لسه عاملينه قدامكم قبل الفاصل. اما الجاهز فاحنا هنوريه لكم دلوقتي حالا. خلاص الصاج بقى سخن. ده اللي احنا عاملينه سواء كان حلو او الحادق اهو. هات الحادق من عندك يا سعد. هو خلاص كده ايه، هي كده كفايه بقت كرامبل، هحطها على الوش. عايزه اسوي الطبق بس خلاص كده. اوكي، وكمان ممكن نقدم معاها ايس كريم يعني. بعد شايفين اهو، نرش على الوش. على الوش كده بس، رش بس كده، لان بعد ما حطينا التفاح مع الكراميل شويه نرش على الوش كده ونوزعه، هيتحمر كله في الفرن. الزبده هتمسك، هتبقى عامل زي طبقات البسكوت مع المكسرات. ندخلها بقى. ادخلها الفرن. حاضر، بس كده ونسيبها لغايه ما تستوي. بس تاخد لي لون بس. ده شكل البتيه اهو اللي احنا قلنا عليه، ده الحلو وده الحادق. لو بصينا هنا هي عامله بالفلفل وعامله بالسجق وعامله بالجبنه زي ما عايزه، وهنا ده بعد ما عملناه كده ممكن نحشيه بمربى فيتراك زي ما قلنا. صح؟ المفتوحه دي اهو، شايفين هنا مربى فيتراك. ممكن نديله كمان كريز لو حابين. ايوه، احنا كده عملنا الباتيه حلو وعملنا الباتيه حادق مع مدام فاطمه. بنديله كريز على الوش زي ما بتحبوا انتوا. ممكن ندهن مربى، نجيب الفرشه. ثواني اهي، بس طبعا عشان انتوا عارفين ان المربى بتراك بقت كريمي، ما بقتش قطع، فبقت سهله ان احنا ندهن بيها. سهله قوي اهو، في ساعتها ونجيب الفرشه وندهن هنا على الوش. لو حابين تحطوا عليها شويه جوز هند تاني مفيش مشكله، اللي انتوا عايزينه. شوكولاته مبشوره اهو. بعد ما عملنا كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي هنستاذنكم، هناخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنعمل المافن الحادق.